ماذا يخطر ببالكم عند الحديث عن نمط الحياة في الولايات المتحدة؟ شيء من هذا القبيل مثلاً؟ وماذا لو علمتم أن الحياة هناك قد تبدو هكذا أيضاً؟ أهلاً بكم في عالم الأمش، الطائفة المنعزلة التي تعيش على هامش الحياة العصرية وبكامل إرادتها. المعلومات عن تفاصيل حياة الأمش قد تكون محدودة، والسبب راجع أساساً إلى نبذهم التصوير وندرة اختلاطهم ببقية المجتمع. ينتشرون في مقاطعات أمريكية وكندية عديدة، ويشتهرون بمظهر مميز. النساء يرتدين ما يشبه الأزياء الريفية الأوروبية القديمة، والرجال يطلقون لحاهم ويحلقون شواربهم. يعيشون دون كهرباء، يتنقلون بعربات تجرها الخيول، ولا تستهويهم رفاهية القرن الحادي والعشرين، كما لا تصلهم جميع الأخبار التي تحدث في الخارج باستثناء المصيري منها، والذي يتلقونه بشكل شفوي بدل الاعتماد على وسائل الإعلام الحديثة. نمط حياتهم البدائي هذا مرتبط بمعتقدات دينية توارثوها جيلاً بعد آخر. الأمش ينتمون إلى الديانة المسيحية، ولديهم دستور سلوك غير مكتوب يرتكز على القيم الإنجيلية ويؤكد على فضائل التواضع والطاعة والبساطة. بدايتهم كانت من أوروبا، وبالتحديد من سويسرا وجنوب ألمانيا وشرق فرنسا. أسس الطائفة شخص يدعى جاكوب أمان في القرن 17، بعد أن أدت تعاليمه المثيرة للجدل إلى انشقاقه عن الكنيسة. ومن ثم ظهر لدى أنصاره توجه يفضل الانغلاق للحفاظ على الموروث الديني والمجتمعي الذي يؤمنون به. والضغوط التي تعرض لها أتباعه دفعتهم لاحقاً إلى الهجرة نحو العالم الجديد الواعد بالحرية. استطاعوا الحفاظ على امتدادهم عبر الأجيال نظراً لمعدلات الإنجاب العالية لديهم، وتمسكهم بأسلوب عيشهم أيضاً، والذي لا يتطلب سوى أراضٍ قليلة التكلفة وأماكن ريفية شديدة العزلة. هذه العزلة ساعدتهم على الاحتفاظ بلهجات ألمانية نقلها أوائل المهاجرين الأمش إلى أمريكا الشمالية، إضافة إلى إتقانهم الإنجليزية أيضاً. يؤمن الأمش بحق الفرد في اختيار أن يعمد بعد البلوغ، والمعمودية تقسم بمقتضاه يعتنق الشخص المسيحية. ولدى الأمش يمر الشخص بفترة تعليمية يستعد فيها ليغير مسلك حياته ويعيش وفقاً لتعاليمهم. عائلات الأمش تتوقف عن إرسال أطفالها إلى المدرسة بعد الصف الثامن، وتوجههم بعدها ليصبحوا مزارعين وتجاراً وربات منازل. وعند مرحلة ما من البلوغ يتلقون التشجيع على اكتشاف العالم الخارجي، ولفترة محدودة يسمح لهم بكسر القواعد كاقتناء أجهزة إلكترونية أو أخذ دروس في القيادة مثلاً، وكثيرون يعودون إلى كنف مجتمعهم بعد هذا. إذا قرر أحدهم مغادرة الطائفة أو انتهك قواعدها، فسيواجه الإبعاد ويقطع أفراد المجتمع صلتهم به. يناهض الأمش الحروب والعنف، ولا يسعون لدفع الغير إلى اعتناق معتقداتهم. ومع الوقت أظهر بعضهم نوعاً من الانفتاح على المجتمع الأمريكي، وصرامة القواعد لديهم أصبحت تتفاوت من كنيسة إلى أخرى. تجذب مجتمعاتهم أعداداً كبيرة من السياح، رغم أن التقاط بعض الصور معهم ليس أمراً محبباً لديهم. وحتى اليوم لا يمكن القول إن هناك فهماً كاملاً لمجتمع الأمش، فبعض التقارير الصحفية تفيد بأنهم يخفون أسراراً كثيرة، وأنهم لا يبلغون عن التجاوزات أو الجرائم التي تحدث لديهم بسبب اعتمادهم على نظام اجتماعي داخلي. دراسات أشارت إلى أنهم أكثر سعادة من غيرهم، يتمتعون بصحة جيدة، ونسب الانتحار في صفوفهم أقل، بينما نقضتها تحليلات أخرى تزعم أن نمط حياتهم يعرضهم لأمراض جينية ويدفع الكثيرين منهم إلى الانشقاق. هل تشعرون بالفضول تجاه الأقليات الدينية أو المجتمعات التي ترونها غريبة؟ شاركونا في التعليقات أمثلة أخرى تريدون الاطلاع عليها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.